حافظ على برودة الثلاجة عند الدرجة 3 مئوية، حافظ على درجة حرارة حجرة التجميد عند ناقص 10 درجة مئوية، تجنب وضع الثلاجة في المواقع الساخنة كتلك المعرضة لأشعة الشمس أو الملاصقة للفرن، أذب الجليد عندما يتراكم بسماكة نصف سنتيمتر، افحص دورياً حالة الإطار المطاطي حول باب الثلاجة، نظف ملفات التبريد خلف الثلاجة مرة كل 6 أشهر على الأقل، اترك الطعام الساخن لمدة لا تزيد عن نصف ساعة قبل إدخاله الثلاجة.